طبعا يعني كان دي كانت كل حاجه موجوده معانا. اكيد معانا اخبار ثانيه لكن مش بنلحق من كتر طبعا الاخبار اللي عايزين نجيبها لحضراتكم، لكن ان شاء الله كل مره هيكون معانا الجديد والجديد على قناه الاهلي على برنامج ولا تفكر. يعني حابب ان انا اشكر ويعني كل الناس اللي موجوده، يعني الناس اللي موجوده في الاستوديو، الناس اللي موجوده في الكنترول، يعني احمد عادل ومنتصر وشبل وسامر وطبعا بهجت مهندس الصوت وعادل وعم طبار ومحي واحمد علي وعم احمد الحداد. يعني الناس دي بتتعب بشكل كبير جدا معانا، كمان الناس الفريق الاعداد عندنا فريق على اعلى مستوى بيتعبوا عشان يجيبوا الفيديوهات اللي حضراتكم بتشوفوها والمداخلات اللي احنا بنتكلم فيها والاخراج. يعني طبعا احمد شهاب وحسام السيد وابراهيم محمد ومحمد كمال مرتضى والاستاذ محسن لملوم رئيس تحرير البرنامج وعمر البنوبي وعمر عصام و مخرج البرنامج شادي عبد السلام. يعني بشكر كل الناس اللي موجودة، شكرا جزيلا. أكيد بيتعبوا لكن الحمد لله في الآخر بنتبسط لما يكون رد فعل حضراتكم في رضا عن البرنامج وعن المحتوى اللي بيتعرض قدام حضراتكم، وبنحاول على قد ما بنقدر نكون أو بنعمل حاجة مختلفة عشان تبسط المشاهد على قد ما نقدر. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة القادم الساعة 9 على قناة الأهلي وبرنامج ورل السكر. إن شاء الله نشوفكم على ألف خير. السلام عليكم، تصبحوا على خير.